إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي ان شاء الله كتاب السنه للامام كتاب السنه والرد على الجهميه للامام المحدث عبد الله ابن الامام احمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى كتاب اني كتاب ين دي الامام عبد الله كان كت الامام احمد ابن حنبل دان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ين oleh براء علماء حديث لان سند ين صحيح ان شاء الله تعالى. طيب كتاب ان شاء الله حديث لماراتوس حدثني ابي يعني كات امام عبد الله ايه اكو امام احمد حدثني بعد اكو حدثنا سفيان بن عيينه ما شاء الله الامام الجهبذ امام اهل الحديث عن عمرو بن دينار عمرو بن دينار ادله قولو امام سفيان دادي انت راوي حديث ينكوان بح كان عمرو بن دينار دير عبد الله بن عمر، قال: سمعت عبيدا يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم عليه السلام، وفيه تقوم الساعه، وان الله عز وجل خلق ادم على صورته، فعطس فألقى الله عز وجل على لسانه الحمد لله رب العالمين فقال رحمك ربك رسول الله عبيد يعني عبيد وعبيد تابعي أنت كنت تتعلم سبع عبيد هو عبيد ابن عمير الليثي عبيد ني يعني إخواني عبيد ابن عمير الليثي مجمع على ثقته ثقة تابعين أنت ترى علماء حديث بحكا, بحكا أنت رأى تابعي ينبصى موثق أجمع على ثقته دي ثقة كات عبيد خير يوم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة سباي باي هاري دمنا هاري تربيت هاري جمعة فيه خلق آدم عليه السلام بعد هاري جمعة نبي آدم دي جيبتة. الله سبحانه وتعالى شبت نبي آدم بعد هاري جمعة وفيه تقوم الساعة دن هاري كيما، أكن برلاكو بعد هاري جمعة وإن الله عز وجل خلق آدم على صورته دن سسنقو هنيا الله سبحانه وتعالى تلّه شبتنا نبي آدم على صورته التسجنبرا نيو نيا تو كمبالي كبدا الله نعم بندبا ينكرو نيا بركاته الله سبحانه وتعالى شبتنا نبي آدم التسجنبرا آدم ما نأده ini batil kerana soalan sebelum Nabi Adam alaihi salam sebelum Nabi Adam adakah Allah Subhanahu wa taala cipta sebarang manusia sebelum Nabi Adam tidak manusia pertama manusia pertama yang Allah cipta adalah Nabi Adam alaihi salam hmm? jadi pendapat yang kurnia Allah Subhanahu wa taala cipta Nabi Adam atas gambarannya tak الله سبحانه وتعالى شبت نبي ادم على صورة الرحمن. دان إني حديث ين دي اجماع دان دي الامام ابن خثيمه ابو خثيمه. والامام عبد الله بن مسلم ابن قتيبه إيه؟ والامام احمد والامام اسحاق بن راهويه والامام الحميدي سيسبوا امبارح تابعي لزمن الامام احمد. ينكر إيه؟ حديث اني ما جهمي ما جهمي كراني الله سبحانه وتعالى بلا رسول الله الحديث وان الله عز وجل خلق ادم على صورته سسونغو الله سبحانه وتعالى جبت نبي ادم على صورته التس صوره جمبرا نيو هي الهاء تعود الى الله عز وجل ضمير اني بالي كبدا الله يعني الله سبحانه وتعالى شبت نبي آدم على صورة الرحمن سببت حديث ينكت بايتش إني إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فعطص لالو آدم برسين فألقى الله عز وجل على لسانه الحمد لله رب العالمين كان الله سبحانه وتعالى إلهم كان سباية نبي آدم جرأ كان لدهره دينا بركاتهان الحمد لله رب العالمين بركات أن آدم الحمد لله شكر بدا الله فقال ترس الله سبحانه وتعالى جواب رحمك ربك تهنمو تله مرحمتي مو وهي آدم طيب أثر استرسيا جلس إخواني إن شاء الله Kalau kita nak tengok lebih jelas, kita pergi Athar 526. Eh? 500. Situ ada penjelasan. Hmm? Tengok. Ini antara yang disepakati oleh ulama. Semihatul Humaydi wa haddathana Sufyan bi hadhal hadith. Wa hadha haqqun. Ah, Al-Humaydi. Abu Bakar Al-Humaydi rahimahullah. Al-imam sahibul musnad. Yang ni anak murid Imam Malik. أنا مريد سفيان ابن عيينة دان دي أدله البخاري رحمه الله دان دي أنا مريد الشافعي الحميدي كان شديدا على أهل البدع وشديدا على أهل الرأي سمو علماء حديث إخواني دي مستي أكن كريتي أهل الرأي دان سنة تقاس ترهدب جهمية دان معتزلة دان أهل البدع والأهواء كتا الحميدي وحدثنا سفيان يعني ابن عيينة بهذا الحديث ويقول هذا حق ويتكلم وابن عيينه ساكت قال ابي ما ينكر ابن عيينه قوله يعني حديث من حديث حديثني حديث ني؟ حديث, ني؟ حديث سفيان ابن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه كلوس دي تمبر وجه فان الله عز وجل خلق ادم على صورته الله سبحانه وتعالى تلها آدم بآدم التسجّم برّيا يعني التسجّم الله سبحانه وتعالى وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والحميدي في مسنده والإمام مسلم وإني حديث يندس بكتي حديث صحيح يأخذ به أهل السنة تبي جهمية دي تطلع حديث hmm? جهمية معتزلة لم تؤبؤ شاعرة ميم امريكا كان طلع حديثيني اتب امريكا تاويل سبرتي بشر المريسي الجهمي حدثني ابو معمر اثر لمد ولبان حدثنا جرير ابن عبد الله جرير ابن عبد الحميد عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال Qada Rasulullah, ah, ini paling jelas. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tuqabbihul wajh." Jangan kamu la tuqabbihul wajh, la tuqabbihul wajh. Jangan kamu meng uh, tuqabihu. yani jangan burukkan wajah, jangan bukul wajah. Fa inna Allah azza wa jal kerana kenapa kita tak boleh? Kenapa kita dilarang sentuh muka orang ataupun tampar orang? Fa inna Allah azza wa jal خلق آدم صلوات الله عليه على صورة الرحمن عز وجل كرنا الله سبحانه وتعالى جبت نبي آدم عليه السلام برن الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد رحمه الله بالذي بوأ حديث إني قال من أنكر هذا الحديث فهو جهمي بران سيبو يا يعني إنكر حديث إني ما هو جهمي ربع جهمية طيب جدي كتكم باليك بدأ أثر الإمارات تسلم بدوه ككا بطل أي بابا ده. حدثني أبي مرة أخرى قالت إمام أه. بطل أي حدثني أبي مرة أخرى حدثنا سفيان عن عمرو عن عبيد أي كشي بابله شكرا حدثني ابي يعني امام احمد انت ما في اخواني جاء حدثني ابي مره اخرى كتب امام عبد الله حدثني ابي يعني ايها اكو امام احمد بن حنبل سكالي لجي حدثنا سفيان لجي سكالي امام احمد اولا حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن عن عمرو ابن دينار عن عبيد عبيد تسبو نام عبيد ابن عمير الذي ان الله عز وجل خلق ادم على صورته الله سبحانه وتعالى تلا شبت ادم عليه السلام ميكو جمبرا الله سبحانه وتعالى وهذا أثر صحيح عبيد إخواني عبيد بن عمرو الليثي ابن عمير انت معاف عبيد ابن عمير الليثي تابعي كبير من كبار الثقات وهو ثقة مجمع على ثقته أثر لمراتوس لما حدثني إسماعيل أبو معمر حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي عن أبي من أبي ما عرفته طيب قال قال المسلمون يا رسول الله أقريب رأني حديث صحيح لكن سيتبسر وأني الحديث صحيح اه ابي بن كعب اه ابي بن كعب تبي سفيان رحمه الله تبي سفيان ابن عيينة رحمه الله تاجم بو ابي اخواني اني كتاب المعضل روايه معضله سفيان ابن عيينة ترس بواء حديث داريبادا ابي سبنانيا ممكن سفيان ممكن طيب ابو حكم روايه ني؟ كرانا كتاب سفيان ابن عيينة رحمه الله يا منين قال تاهون سراتوس سفيان لاهر بادستهن سفيان ابن عيينة رحمه الله لاهر تهن سراتوس تجو هجرة سفيان ابن عيينة لاهر تهن سراتوس تجو هجرة دام من انجل ساتوس من اللابان باي يعني سفيان سفيان ابن عيينة رحمه الله لاهر سلباس كوفة أبي أبي ابن كعب رضي الله عنه Uh, meninggal tahun 58 Hijrah. Hmm? Jadi mana sempat Sufyan tak sempat. Tetapi uh, Sufian Sufyan mungkin telah dengar daripada tabi'i lain. Hmm. Cuma riwayat ni kita panggil mu'adhal kerana ter tercicir dua perawi. Mungkin Sufyan dengar daripada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar mungkin dengar daripada seorang sahabat lain. Ataupun mungkin tercicir satu perawi. Baik. عن أبى حديث إني صحيح متن نيني متني رواية ني صحيح تبي سند أدلت تشيتشر لأنتر سفيان بن عيينة ممكن تشيتشر ساتو براوي دو. طيب قال قال المسلمون كاتوا إسلام كبعد رسول الله يا رسول الله أقريب ربنا عز وجل فنناجيه أظن تاني رسول الله أدكه توها كامي الله دكا Maka kami boleh bermunajat, boleh doa perlahan-lahan. Al-munajat, al-munajat, yakni awak cakap slow dengan bisik-bisikkan. Amba'idun fanunadi. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, adakah Tuhan kami, Azza wa Jal, dekat maka kami hanya doa dengan suara yang perlahan ataupun jauh maka kami panggil dia fa anzalallahu azza wajal لالو الله سبحانه وتعالى ترنك الايه اني: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان". الله سبحانه وتعالى ترون الايه. أبو بلا هم باكو تاني من غنائي اكو؟ ماكا جواب له. اكو فإني قريب. الله دك إخواني. الله قريب منا بعلمه. الله سبحانه وتعالى. مجداد. بدال <سؤال> فإن فإني قريب الله سبحانه وتعالى دكا دينان إلمنيا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله سبحانه وتعالى دكا الله أكن تريما دنسح دعاء أغان بلا مريكا دعاء الله طيب أثر لمراتس لما بلو حدثني عبد عبيد الله ابن عمر القواريري وهذا ثقة حدثني فضيل بن عياض، الله الامام امام اهل السنه فضيل بن عياض الثقه الثبت حدثني سفيان بن عيينه عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث اها عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب عن كعب كعب هذا كعب الأحبار قال طيب هذا أثر حسن هذا أثر حسن سبأ فضيل ابن عياض قال حدثني سفيان ابن عيينة عن يزيد ابن أبي زياد يعني هذا صدوق عن عبد الله بن الحارث عن كعب الاحبار تابعي طيب كعب الاحبار اللي اسد يهودي كمدينه الاسلام، كان كبان كروايه دي, 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 دي تريمون، قال: يا تابعي بالصاي، يا بوكا الصحابه، تابيدي طيب يا تابعي بالصاي، تابعي يا مخضرم. ما من يوم الا يطلع الله عز وجل فيه الى جنه عدن، فيقول: طيبي لاهلك، قال فتضعف على ما كانت. حتى يدخلها أهلها ست أهري كتكب ما من يوم تيادسات هري ملا كان الله سبحانه وتعالى يطلع فيه إلى جنة عدن الله سبحانه وتعالى أكن يطلع يطلع يعني الله سبحانه وتعالى أكن مليها أتبن باندغ أمم باندغ ذري بعد أتس كبعد عدن فيقول Allah Subhanahu wa taala kata tibi li ahliki. Tibi li ahliki. Uh, wahai syurga, hiaskan diri engkau. Hiaskan diri engkau kepada penghuni kamu wahai syurga. Qala kata kam, fa fa fatudha'afu ala ma kanat. Tudha'af yani syurga akan jadi besar dan akan jadi lebar eh? lebih besar daripada dulu hatta yadkhulaha ahluha sehingga penghuni syurga akan masuk semua hmm. jelas ya Allah hadis ini ada sebarang pertanyaan wah hadisun atharun hasan an ka'b al ahbar ada sebarang soalan إني حديث بنجأ كان إخواني شرقة إن شاء الله أكن ككل أبدي بوكان سبرتي الجهمية كرانا فهم الجهمية ملك كت شرقة دن أبي رك تيدا أكن ككال طيب أثر ابو لمبليمة حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى ابن أبي كثير عن نوف البكالي طيب حدثنا معاذ بن هشام وهو ثقه حدثنا ابي عن يحيى ابن ابي كثير تابعي بصا يحيى ابن ابي كثير انت علماء بصا ده دي يقل عام سراتوس قالوا تيجابلو توجو هجره دي تابعي بصا نعم عن نوفل بكالي دي دي تابعي tapi yang saya tahu نوفل بكالي selalu berdebat dengan عبد الله بن عباس تبقى أثر أني منكر تفهموا لماذا طيب هذا المسألة طيب نوفي البكالي قال انطلق موسى صلوات الله عليه يريد بني إسرائيل فناداه ربه عز وجل فقال إني أبسط لكم الأرض طهورا ومزيدا فصلوا حيث أدركتكم الصلاة إلا في حمام أو مرحاض أو عند قبر حديث أني إخواني منكر سباب سباب سبب هاني أنت أمّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله منجدك البومي سمو برسه تبقى سجود آه تبقيني أنت بني إسرائيل جدي هذا الأثر فيه نكارة هذا مو اثر منكر لاقي لو في البكالي دي تا حديث اني سدري. دا لو البكالي راسينيا دي دي, دي والله اعلم طيب كي كان اثر اني اثر لي لما تسلم حدثني ابو عبد الله محمد بن بكار مولى بني هاشم حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري حدثنا شهر ابن حوشب سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر تحل له الجنة أو ريحها ولا يراها فقال له رجل من قريش يقال له أبو ريحانة يا رسول الله إني لا أحب الجمال وأشتهيه حتى لا أحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الكبر إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق وغمض الناس بعينيه إني إخواني حديث حسن كرنر رواي إني بانيا دان إمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث دانجوغا دانجوغا المعافى ابن عمران في كتاب الزهد. طيب كتاب أولى حدثني ابو عبد الله محمد ابن بكار مولى بني هاشم حدثنا عبد الحميد ابن بهرام الفزاري وهو ثقه، حدثنا شهر ابن حوشب، شهر ابن حوشب ضعيف سلكيت تابي آه كالي إني, آه رواية إني عبد الحميد ابن بهرام الفزاري لا بأس به. شهر ابن حوشب أدري روائي ضعيف طيب سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر عقبة سوق الصحابة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل ما من رجل يموت حين يموت تدا أدس سوقا أبابيل دي ماتي كتيك دي ماتي وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر تحل له الجنة من من أغنية ماتي دي ساعة دي ماتي dan ketika dia mati dalam hatinya ada perasaan kibr yani sombong ketika dia mati ketika orang itu mati dalam hatinya ada sedikit sombong bongkak walaupun sebesar biji sawi tak akan halal syurga baginya orang sombong walaupun sebesar biji sawi sombong dalam hatinya tak akan halal syurga ataupun tidak akan dapat uh, baunya dan tidak akan melihat syurga. Faqala lahu rajulun min Quraisy يقال له ابو ريحانه ada seorang kata kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Rihana dikatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah inni la uhibbu al jamal wa ashtahi ya Rasulullah aku ni suka cantik suka kemaskan diri hatta la uhibbu fi ilaqati sawti aku suka bawa uh, yani uh, cemati dia pun dia suka cantik وفي شراك نعلي بيسوكا شانتي كان سليب بوديو ها اني سونبون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الكبر ايتو بو كان ان الله عز وجل جميل يحب الجمال سونبون الله شانتي الله شانتي نعم اني الشاهد في الحديث كنا بنبدا الحديث اني صفه الله سبحانه وتعالى شانتي الله شانتي نعم يا اخواني الله جميل الله جميل, الله جميل. الله جميل. Allah cantik. Yuhibbul jamal. Walakin al kibra. Tapi apa definisi sombong? Man safihal haq. Man haq. Sombong adalah orang yang membodohkan kebenaran. Seperti Quran. Orang yang tolak Quran. Datang hadis Nabi. Dikata Wahabi. Datang sunnah Nabi. Dia tolak dengan pendapat dia. Datang sunnah Nabi. Dia menganjing sunnah Nabi. Wa ghamadha. Wa ghamasah an-nasa bi'ainai dan dia dok kenyik mata tanda dihina orang. Itulah sombong. Jadi sombong ikhwan ni ada dua bahagian. Satu tolak kebenaran, satu lagi kenyik mata dengan menghina orang. Baik, asar seterusnya 557 Hadathani Muhanna Abu Abdullah As-Sulami. Ha. Hmm. Muhanna Abu Abdullah As-Sulami qala قلت لعلي بن الجعد في حديث ابي ريحانه مهنا ابو عبد الله السلمي وهذا ثقه طيب قلت قال كت مهنا السلمي قلت لعلي بن الجعد في حديث ابي ريحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب جميل يحب الجمال أبو عبد الله مهنا أبو عبد الله السلمي كانت كبدا علي بن الجعد دلم حديث أبي ريحانة أبي ريحانة أدل صحابة تدي تنيا رسول الله ديكتاكو سوك سليبا أكو شانتي سوك شماتي أكو شانتي جدي مهنا السلمي تاني علي بن الجعد مغناء حديث تدي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال سسنقه نيا الله شانتي سوكك شنتي كان فأبى أن يقول إن الله جميل يحب الجمال أدى الله وقال إنه يحب الجمال قلت إني أفزع أن أضرب على إن الله عز وجل جميل قال اسكت فرددته عليه فأبى أن يقوله وكان أه. وكان يحدثه عن حميد بن بهرام أتنقى. يا الله سبحان الله يا الله Khuan Tahu tak maksudnya apa? Kadang-kadang ada orang Bila bawa hadis Rasulullah SAW Bila ada sifat Allah, dia takut hmm. Takut nak kata Allah cantik Nah, Allah cantik Allahu Jamil Kenapa takut? Allahu Rahim Allahu Rahim hmm? Dia kata Inna Allah jamilun yuhibbul jamal Fa'aba an yakul Inna Allah jamilun yuhibbul jamal Wa qala innahu yuhibbul jamal. Dibuang ni, dikat dibuang perkataan Allah cantik. Cuma dibuang Allah suka kecantikan. Tapi Allah jamin. Kenapa buang? Qultu inni afza'u an adriba ala inna Allah azza wa jamil. Dia kata aku takut. Ha. Ah. Kata uh, Abu Abdullah Sulami, aku takut buang ataupun padam perkataan Allah Subhanahu wa taala cantik. Kenapa kena padam? Memang memang hadis sahih. قال اسكت فرددته عليه فابى ان يقوله وكان وكان يحدثه عن حميد بن بهرام طيب إخواني مهنا ابن يحيى الشامي هذا ثقة هذا صاحب الإمام أحمد نيني مهنا السلمي نيني كتاب كم باين الروائي اليسكاني إن شاء الله جوم كتاب باش سلكي بسأل أحد مهنا أبو عبد الله السلمي جوم كتاب قلنا لي مهنا ابن عبد الله السلمي كتاب ناتي لنا الكتاب كتاب معاه كتاب تشيتني مهنا ابن عبد الله السلمي مهنا السلمي رحمه الله تعالى مهنا ابن يحيى مهندس مهنى مهنا, مهنّا ابن يحيى الشامي، نعم، دي علماء الشام. جم كتابات شا. ما شاء الله هذا كتاب مني سنة يا الله سبحانه وليد. يا سلام. إخواني مهنا ابن يحيى الشامي أنا مريد الإمام أحمد. دي هذا كتاب نامودي مسائل الإمام أحمد ابن حنبل فقهية. جمعها عنه مهنا بن يحيى الشامي، مين كتاب دي؟ مسائل الإمام أحمد بن حنبل فقهية، جمعها عنه مهنا بن يحيى الشامي أبو عبد الله، مي مهناني أنا أريد أتبو مثل شام صحابة ربا dengan الإمام أحمد رحمه الله أكبر. مهناني دي له يانغ، كم فل الإمام أحمد، دبا فقه، ما شاء الله. يا سلام وهو ثقة لا ثقة كبير سنة شاري كتاب دياني الله أكبر أي صدقني يا الله ما شاء الله إمام أحمد رحمه الله طيب مهنا ابن يحيى الشامي كتن اكلنا اللي يلاقي دك سؤال انا مريد امام احمد رحمه الله تعالى مهنا ابن يحيى مهنا ابن يحيى الشامي السلمي مهنا ابن يحيى الشامي السلمي نعم نعم كتاب مختصر تاريخ دمشق أنت علماء الشام مهنا ابن يحيى أبو عبد الله الشامي حدث عن رواد ابن الجراح بسنده إلى عامر بن شهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من قريش وحدث عن بقية ابن الوليد بقية ابن الوليد كان من, من, من محدثي الشام لكن كان عنده تدليس بسنده عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الحكارون وقتلة الأنفس هذا وحدث عن زيد بن ابي الزرقاء طيب مهنا ابن يحيى ابو عبد الله الشامي مهنا هو ثقة كبير من اصحاب امام احمد مهنا ابن يحيى أبو عبد الله السلمي الشامي سكت بغداد يروي عن يزيد بن هارون دانديبون أنا أريد يزيد بن هارون وبقية بن الوليد حدثنا عنه الطبري وغيره من شيوخنا وكان من خيار الناس من جلساء أحمد بن حنبل وبشر الحافي مستقيم الحديث هو مستقيم الحديث مهنا ابن يحيى أبو عبد الله مهنا ابن يحيى مهنا ابن يحيى, مهنى ابن يحيى الشامي مهنا ابن يحيى ابو عبد الله السلمي الشامي دي صحابة رابع أه, لغن امام احمد صحابة ده كان صحابة ستير أه, صحابة ستير الخطيب خطيب البغدادي رحمه الله كتاب تاريخ بغداد قال مهنا ابن يحيى ابو عبد الله شامي الاصل وهو من كبار اصحاب ابي عبد الله عبد الله وهو من كبار اصحاب ابي عبد الله الامام احمد بن حنبل دي صحابه ابو الصا امام احمد صبوري مهنا ابن يحيى ابن زكريا الشامي ابو عبد الله السلمي ما شاء الله رحل في صحبته الى عبد الرزاق دي بيجي الامام عبد الرزاق ابن همام دي صنعاء دي يمن سبب ليمندلو هذا عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني دي مصنف عبد الرزاق وسكن بغداد وحدث بها عن بقي بن الوليد وضمره بن ربيعه ومكي بن ابراهيم مكي بن ابراهيم قولوا امام البخاري ويوسف بن يعقوب صاحب السلعه ورواد بن الجراح وزيد طيب ويزيد بن هارون وعبد الرزاق الصنعاني واحمد بن حنبل وبشر بن الحارث الحافي بشر بن الحافي أنت كبار التابعين ولكن كان صاحب زهد روى عنه حمدان بن علي الوراق وإبراهيم بن هاني النيسابوري وعبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أريد يكون عبد الله أنا إمام أحمد نعم وأحمد بن محمد بن أبي شيبة مم. وأيضا روى عنه أبو بكر الخلال والقاضي أبو عبد الله المحاملي ما شاء الله أن ترى حديث يندي رواية مهنا ابن زكريا أبو عبد الله السلمي. ان حديث يندي بوا حديث يندي بوا أبو الحسن الدارقطني. حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة. قال أخبرنا مهنا ابن يحيى أبو عبد الله السلمي. حدثنا زيد ابن أبي الزرقاء عن سفيان ابن عيينة عن علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن سعيد بن المسيب او مسيب مسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليكم الجمعه في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم القيامه الا فمن تركها استخفافا بها او تهاونا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له الا ولا صلاه له يعني انت حديث يندي أولي مهنا ابن يحيى لكنه حديث غريب من حديث سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان تفرد به زيد وتفرد به مهنا أبو بكر الخلال أنت ترى أنا أريد يحيى جدي كده كنا يحيى طيب لأن أنت الصحابة إمام أحمد وكان على السنة طيب kita ulang balik bila kita kena طيب kita nak kenal al Ali ibn al-Jad kita nak kenal al Ali ibn al-Jad sebab kita nak faham kenapa berlaku perbualan di antara Muhanna ibn Yahya al-Sulami eh dengan Ali ibn al-Jad hmm. Ali ibn al-Jad طيب علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري الهاشمي مولاهم البغدادي أخرج البخاري في الإيمان وغير موضع عنه عن شعبة قال البخاري مات ببغداد آخر سنة آخر سنة ثلاثين ومئتين جدي الجعد ابن الجعد علي بن الجعد انت ما علي بن الجعد ابن عبيد هو ثقه ثقه علي بن الجعد ابن عبيد ابو الحسن الجوهري الهاشمي منين قال تاهن دوراتوس تيقبله طيب استاذ مهنا تدي مهنا ابن مهنا ابن يحيى ابو عبد الله السلامي منين من قال تاهن دوراتوس امطا بولنم هجره منين قال تاهن دوراتوس امطا هجره والله اعلم نعم طيب علي بن الجعد بن عبيد ابو الحسن الجوهري هذا ثقه وقال أبو حاتم الرازي كان علي بن الجعد الجوهري متقنا صدوقا ولم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره غير قبيصة بن عقبة وأبي نعيم في حديث الثوري ويحيى الحماني الحماني ويحيى الحماني وشريك ابن عبد الله القاضي وعلي بن الجعد في حديثه أنت العلماء حديث <applause> أنت علماء حديث، لا أريد أن أقوم علماء أنت علماء حديث، ينبوء حديث سبرتي من يسمع دي سفيان يتأكد أكن هو ولا يمكن حرف شريك ابن عبد الله القاضي وعلي ابن الجعد وأبو نعيم الفضل ابن دكين ويحيى الحماني وقبيصة ابن عقبة لم أغاني؟ أنا مريد سفيان الثوري يحيى الحماني م? و آه... علي بن الجعد م? وقبيصة ابن عقبة وأبو نعيم الفضل ابن دكين وشريك ابن عبد الله القاضي لما تابعي بصاني مريكا بلا دنهر حديث داري بالا سفيان الثوري رحمه الله مريكا أكن بوا رواية تامبو توكو تامبه ولا بون حروف سابا أبو حاتم الرازي ما شاء الله ما شاء الله ولم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره ما شاء الله غير قبيصة بن عقبة وأبي نعيم في حديث ثوري ويحيى الحماني وشريك بن عبد الله القاضي وعلي بن الجعد بن عبيد في حديثه وقال أبو زرع الرازي هو صدوق كتبت عنه حديث مطرف ابن غسان كله قال أبو أحمد ابن عدي قال ابن حنبل اكتبوا عن علي ابن الجعد فإن عنده أشياء حسانة أشياء حسانة قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم دلم كتاب الجرح والتعديل علي ابن الجعد شيخ كتبت عنه بمكة روى عن عمرو بن دينار أوه عن أنس ما شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت بيت إخواني علي بن الجعد راوي كبير سبقنا مع عمرو بن دينار مم. مم. ما شاء الله مناقل تهن دورات استقبال الهجرة علي بن الجعد علي بن الجعد بن عبيد الجوهري رحمه الله، منين قال تاهن دورا تستجبل الهجرة، دان عمر ديال كتيكا منين قال سميلا ما شاء الله. سبحان الله. وكان له يوم توفي ست وتسعون سنة. سميلا بولوندا طيب علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الهاشمي الجوهري. ما شاء الله. روى عن ابي بسطام شعبه، مم. انا اقول انا مريد شعبه ابن الحجاج. ما شاء الله. تفرد به البخاري روى عنه في غير موضع من الجامع. دي اسبانيا علي ابن الجعد سمبا، إمام بخاري أم بلجي. سبحان الله. مم. وروى ايضا عن ابي عبد الله سفيان الثوري، مم. سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري. علي ابن الجعد سمبا، سفيان الثوري، وانه شعبه. و ديبون سمبا،, دنغن. سمبأ, دنغن. سمبأ دنغن. آه شريك ابن عبد الله القاضي آه شريك ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي وأيضا عن إسرائيل ابن يونس ابن إسحاق السبيعي وأبي خيثمة زهير ابن معاوية أبو خيثمة طيب وأبي بشر ورقاء ابن عمرو ويقال الشيباني وأبي محمد قيس ما شاء الله ما يقولوا وروى عن سلمة ابن حماد حماد ابن سلمة ابن دينار وروى عن حماد بن زيد ما شاء الله قولوا دي رماي علي بن الجعد قولوا دي سفيان الثوري شعبه ابن الحجاج حماد بن زيد حماد بن سلمه اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وابو خيثمه زهير ابن معاويه سمعتوا اخواني امام البخاري رحمه الله دير امبي بابرابا جورو يمبولي سامباي كندي كباري تابعي ولا قول امام بخاري رحمه الله مني لاهر من لاهر تاهون سراتوس بلا بولنم هجره ايه امام بخاري لاهر كمديان يقولي كرانا جورو امام بخاري جورو بصا سبرتي مكي ابن ابراهيم ما شاء الله نعم جورو بلاها اوكي مكي ابن ابراهيم علي بن الجعد بن عبيد إيه؟ أه الحميدي ابو بكر الحميدي سموني جورو امام البخاري ماكا الإمام البخاري رحمه الله ديبوليسان بايكابادي بارا تابعي سبحان الله ملالو إي غورو غورو ديو يانغ صغار التابعين أتبون تابعي متوسط مم. طيب ما شاء الله كبير 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 طيب كيتا داك النار اسكراني كيتا داك النار آه الإمام مهنا بن يحيى أبو عبد الله السلمي كيتا داك النار علي بن الجعد بن عبيد الجوهري المخزومي مم. طيب اش غنى كتاب لكنا لدودوني؟ بلا كتاب لكنا دو علماء إني، ما كتبوا لي باشر تشارل ديتيل أثر إني إن شاء الله تعالى. حدثني مهنا يعني مهنا ابن يحيى ابن زكريا أبو عبد الله السلمي صاحب الإمام أحمد، قال: قلت لعلي ابن الجعد، علي ابن الجعد ابن عبيد ثقة ثبت من كبار التابعين قولوا الشافعي، نعم. ما شاء الله أخي فضلي أدب، ما شاء الله. في حديث أبي ريحانة دلم حديث تدي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال جدي مهنا ابن يحيى شريت حديث إني كبدا علي فأبى أن يقول إن الله نعم فأبى أن يقول إن الله جميل يحب الجمال وقال إنه يحب الجمال قلت جدي مهنا ابن يحيى kata kepada Ali Ibn Ja'ad, macam mana kalau orang baca hadis ini, tak nak sebut Allah cantik. Tengok, dibuang perkataan ini. Ada orang kadang-kadang kan, orang tipu dalam hadis jahmiah. Hmm. Hmm. Taib. Qultu inni an adriba ala inna azza wa jal jamil. Kata, uh, uh, naam, kata Muhanna, Abu Abdullah His Sulami, kata, aku takut, macam mana orang tergamak? من بوان أضرب يعني بوان أتبن بدم، سبرتي عبد الله مبارك رحمه الله قال اضربوا على أحاديث أبي حنيفة، بلى عبد الله ابن مبارك بوان دم بدم سمو بدأ أبو حنيفة، سبولهم دي وفاء، إني له بركات أن اضربوا أضرب أضرب يعني بدم بوان شنق جاو، كات مهنا ابن يحيى أبو عبد الله السلمي رحمه الله أكو تقول ن بركات أن الله شانتي شبابني صفة الله قال اسكت سنيا بكار بسال إني. فرددته فَرَدَتُهُ عليه فابى ان يقوله وكان يحدثه عن حميد بن بهرام يعني علي بن الجعد رحمه الله علي بن الجعد رحمه الله دي بون sama دي بون يعني علي بن الجعد بن دي ابن عبيد بون pun bawa بهو سنيا الله سبحانه وتعالى cantik نعم الله جميل الله يضحك الله يغضب سمو صفة إني دي طلا أولي بوأ, بوا جهمية دان قلونا يان كرونيو دي بانج الأشاعرة مريكا طلا صفة الله سبرتي الضحك والجمال والغضب والقدوم والمجيء سموني مريكا طلا طيب ساتو إن شاء الله أثر سبلون كتاب رهنتي عبيدة Hmm. Ya. Tapi mungkin uh, 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 Ali Ibn Ja'ad Ikhwani Ali Ibn Ja'ad tadi Ali Ibn Ja'ad Bila berdebat dengan Muhanna uh, Ada sedikit Tapi Allah Alam saya tak pasti uh, Sini saya nak ulang balik satu perkara Muhanna ni Dia

يحدثه عن حمين بن بهرام طيب علي بن الجعد إخواني علي بن الجعد دي بوا حديث إني إن الله جميل يحب الجمال دي بوا دي بوا عبد الحميد بن بهرام دي بوا كمانيا عدسة تدوهن ين دي بغيك علي بن الجعد الجوهري دي ثقة إخواني Aa, dikatakan dia tak ikut mu'atakat Ahlu Sunnah. Dikatakan dia tidak ikut uh, akidah Ahlu Sunnah dan Ahlu Jemaah di kalangan para hadis dan para tabi'i di mana Allah Subhanahu Wa Taala atas arash dan Allah. Dia, dia mungkin tidak bawa akidah ini. Hmm? Nah. Uh, jadi ada dikatakan adakah dia bawa fahaman jahmiyah? Yang ini menolak sifat Allah? Tidak. Kana yutaham. Wal-m yang kau-kau tida, ikhwan-nya, jadi rujaya yang kata Ali ibnul Jadd ibn Ubaid al Jawhari, kau ni ada dibawa faham jahmia, mana fikar sifat Allah, rujaini tida betul. T-tapi, aku dia, aku dia jadi antara qadi di Baghdad yang dibawa pada pak jahm, bahkan dia antara qadi, namun dia Al Hasan ibnul Ali ibnul Jadd ibn Ubaid antara qadi yang terpaksa atau Allah alam dibawa pada al pak jahmia. دن سيبركن يعني بندابا القرآن مخلوق ولا حول ولا قوة الا بالله. وقال ابن عدي الجوزجاني قال متهم بغير بدعة زائغ عن الحق وقال العقيلي قلت لعبد الله الامام ابو جعفر العقيلي دنم كتاب الضعفاء قلت لعبد الله بن احمد لما لم تكتب عن علي بن الجعد اوه قال نهاني ابي وامام احمد لرى الامام عبد الله بوا روايه بدأ علي بن الجعد مم. وقال زياد بن ايوب كنت عند علي بن الجعد فساله عن القران فقال القران كلام الله اه ومن قال مخلوق لم اعنفه فقال ذكرت ذلك لاحمد فقال ما بلغني عنه اشد الله اكبر جدي علي بن الجعد قال جهميه الله أكبر قلت وما روي عنه في الباب من توقفه عن القول بأن الله جميل يدل على معتقده على أنه فر من إثبات صفة الجمال ووقع في إثبات صفة المحبة حيث قال إنه يحب الجمال ولو أنه قال في الصفة التي نفاها كما قال في الصفة التي أثبتها لوافق الحق ونجا من التعطيل طيب أبو مأسونيو سنبقى في الجلسة سيركى لك علي بن الجعد هو من اهل الحديث انصاف ننصف اهل الحديث علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري دي من اهل الحديث ثقه ثبت ثقه حافظ تبي اخواني تينو بتاب بنتين عقيده علي بن الجعد نعم ده المروي اني دي ماتشم دي صفة الله حديث إن الله جميل كان يفر منه حديث تري حديث صحيح الله سبحانه وتعالى شنتي علي ابن الجعد لاري تأنا إثبات أبونا كان تدرب إثبات 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 أنا أثبت أكو تطبق أنا أثبت أن لله صفة الاثبات طيب سكت هذا ماء، هذا ماء، اني اي انا اثبت صفه الميوعه للماء اكو سبب معتمد صفه أل... اي شيء؟ اثبت ابو اثبت اخي ابو ريان ما معنى اثبت انا اثبت كتني، اهل الحديث اهل الاثبات نثبت ما اثبته الله لنفسه اكو من براكوي كا من, من سابق كان ما يكتب من سابق كان ها. نعم كيتني اهل الحديث اهل يعني يكو سلف ان شاء الله اللهم اجعلنا منهم نثبت صفات الله كتاب منبر أكوي صفات الله الله جميل الله رحيم الله يغضب الله يضحك الله استوى يستوي فوق عرشه، الله له يدين، الله له وجه، سموني كتابان نحن اهل الاثبات نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم علي ابن الجعد ابن عبيد الجوهري رحمه الله دي لاري دي لاري أقول ابرير لاري دي لاري صفات كان الله تبي دي اثبات كان دي منبر اكوي الله سبحانه وتعالى هذا صفه سبرتي يضحك ويتكلم طيب احسنت اثبات لا واندير نافي من يبئ كان من يبئ من يبئ كان بارك الله فيك اخي هيد هانتر ما شاء الله او هيد هانتر ما شاء الله من يبئ كان اثبات يعني نحن نثبت لله سبحانه وتعالى كيتا اثبت الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه الله سبحانه وتعالى يضحك ويغضب سبرتي من ندتان الحديث حديث صحيح علي ابن الجعد علي إخواني علي ابن الجعد ابن عبيد إتو له مسألة ديه. نفى صفة الجمال من إيه كان بارك الله فيكم أخي أبو عارف جزاك الله خير نعم من إيه كان علي ابن الجعد منافي كان صفه اثبات صفه الجمال. دساتو لقي مساله. يا من يبقى كان امام احمد تانبئ روايه. دي. ولا بقول يا حافظ. يا عقيده. امام احمد تنقل كان روايه علي ابن الجعد. كلام ديكتر القران كلام الله. ديكتر. ما شاء الله وعليكم السلام اخي توان قورو عبد الجبار اهلا وسهلا بكم حياك الله. اهلا وسهلا تون قورو. حياك الله علي ابن الجعد بل اوغنكت القران القرآن وكلام الله القران كلام الله ليس بمخلوق تبي علي ابن الجعد رحمه الله بل اوغنكت القران مخلوق بكتابك متى مضى سبعتوني ستودي مساله لفظيه لفظيه كتاب جا Al-lafziyah yang di, di uh, Imam Ahmad r.a kata mereka ni di kalangan Jahmiyah. Mereka kata Al-Quranu kalamullah Al-lafziyah kata Al-Quranu kalamullah. Quran itu kata Allah Wa lafdhuna makhluq Bila kami baca itu makhluk. Ini kita panggil lafziyah Wahum Jahmiyah Mereka pun tetap Jahmiyah. Kerana kita kata Al-Quranu kalamullah Laysa makhluq Lafaz kita bukan makhluk. Kalamullah sebab Allah Subhanahu wa taala kata wa in ahadun min al mushrikin istajaraka fa ajir fa ajiruhu hatta yasma' kalam Allah hatta yasma' bagaimana orang nak dengar kalam Allah kalau kita tak baca maka bacaan kita bila kita baca al-Quran itu kalam Allah bukan lafaz bukan makhluk طيب بارك الله jelas ikhwan insyaallah لاس كان يسينا باتش حدثني أبو عبد الله السلمي يعني مهنا ابن يحيى سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق ابن سليم عن القرآن فقال هو كلام الله عز وجل ما شاء الله إسحاق ابن سليم طيب أبو يعقوب الخزاز أبو, أبو يعقوب الخزاز jug أن الإمام أحمد وكان يروي عنه مهنا ابن يحيى سلالة الرواية كان حديثه. دي يحيى ابن مهنا أبو عبد الله السلمي، ايه؟ يحيى ابن مهنا ابن زكريا أبو عبد الله السلمي الشامي رحمه الله كون إمام أحمد. دي يقولوا جوروديو أبو يعقوب الخزاز إسحاق بن سليم عن القرآن، فقال هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. ما شاء الله. إني قُرُو جورو, جورو، يحيى قُرُو مُهَنَّا ابن يحيى أبو أبو عبد الله السلمي أبو عبد الله السلمي رحمه الله كان يقُرُو أبو يعقوب الخزّاز من القرآن، أبو يعقوب الخزّاز يعني إسحاق بن سُلَيم كتب هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. القرآن كلام الله بُكَ المخلوق، ثم قال لي ان اذا كنا نقول القران كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فليس بيننا وبين هؤلاء الجهميه خلاف الله اكبر سلف تكن علماء الحديث كلاو كاتتكن اسحاق ابن سليم ابو يعقوب الخزاز كاتتك مهنا ابو عبد الله السلمي كلاو كتكت القران كلام الله كلاو كتكت القران كلام الله تبي برهنتي كتتا makhluk ataupun tidak makhluk maka kita dengan Jahmiyah tak ada beza. Tengok. Sebab tu kita tengok ada aliran yang kononnya mereka ahlu sunnah mereka kata al-Quran di sisi Allah kalamullah qadim. Kau orang tahu aliran siapa ni? Yang orang kata al-Quran qadim. Qaimun bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala cipta al-Quran dalam bentuk hikayah, ibarah. Ibarah. Allah cipta Quran dalam keadaan ibara Allah tak bercakap. Allah bercakap dulu Allah tak bercakap kemudian. Bila Allah Subhanahu Wa Taala cipta Al-Quran dalam bentuk ibara difahami oleh Jibril, Jibril turunkan Al-Quran kepada Rasulullah, kolonia dalam faham mereka ni Rasulullah keluarkan Al-Quran dalam bentuk apa yang Rasulullah fahami daripada Jibril. Maksudnya mereka sebenarnya ada dua Quran. Dan ini qaulul asha'irah wa hadha qaulul asha'irah. Tapi asha'irah kita di Malaysia tak tahu apa mereka kata pasal sebab tu ikhwani, yang kata Quran kalamullah, tapi Quran yang ada dekat kita ni tak tahu makhluk kata makhluk, tidak ada beza dengan Jahmiyah. Subhanallah. Sebab itulah kata, hmm, kita tengok di sini last kali insya-Allah, kata Abu Yaqub Al-Khazzaz, "Inna idza kunna naqul" kata Abu Yaqub Al-Khazzaz, "Kalau kita kami, kata, kalau kami kata Quran kalamullah, tapi kami tak kata, tak menjelaskan makhluk ataupun tidak makhluk, فليس بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف. ماك كت لين الجهمية تدا ادس سبران بربيزان اتا بول برسليسيان. قالوا استا كات القران كلام الله، تا بيتا سامبو، تا كنكات القران كلام الله ليس مخلوق. يلا. قال فذكرت ذلك لاحمد يعني مهنا ابو عبد الله السلمي، مهنا ابن يحيى أكديك أكشيت بكراني كبدا إمام أحمد فقال لأحمد أحمد الله أبا يعقوب خيرا إمام أحمد سك سنا دلقو أبى بلا الإمام أبو يعقوب الخزاز رحمه الله تله من ران كان به والسنيا تأبولي كالتهاني القرآن كلام الله كنا ترس كان غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق كذا أوه برهنتي ما كأو دينان جميا لبكران سامع والله أعلم اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا منهج السلف اللهم قونا في قراءة هذا الكتاب إن شاء الله إخواني كتاب برهنتي دي أثر لي لما إن شاء الله تعالى برهنتي كأسين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن إن شاء الله إخواني كتاب كان برجوب كلية إن شاء الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نعم الواقفة بارك الله فيك زين الدين كلو كت القرآن kalam Allah. Lepas berhenti. Ini dipanggil al-waqifah. Al-waqifah, mereka yang berhenti, tak sambung. Kena sambung bercakap. Al-Quranu kalam Allah laisa makhluk. Supaya kita bezakan diri kita dengan Jahmiyah. Jahmiyah ada di kalangan mereka kata, Al-Quranu kalam Allah. Tapi dikatakan kalau orang kata makhluk, aku tak marah. Ini jahmi. Dipanggil al-waqifah. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Allahumma inna na'udhu bika min nafsin la tashba' wa na'udhu bika min من علم لا ينفع ونعوذ بك من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من اللهم انا نعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من علم لا ينفع والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك وبرك الله فيكم